تحذير، إن هذا الفيديو لا يصلح لذوي القلوب الضعيفة أو الذين يقمطون من المشاهد المرعبة والوحشية. السلام عليكم، في هذه حلقة من توب 10 راح نعدل لكم أكثر 10 ألعاب في التاريخ اشتهرت بالعنف الزايد فيها، وأهم شيء اللعبة تكون أساسها العنف مو بس مشاهد الموت فيها، يعني ما في لعبة مثلا مثل توم برايدر. واللي اقترح علينا الفكرة هذه هو متابعنا يوسف كول أوف دوتي، وانتم بعد تقدرون تقترحون علينا افكار زي كذا، واللي تاخذ اكثر لايك راح ان شاء الله ناخذها في عين الاعتبار. اما الحين خلونا نبدا. في المركز العاشر معانا لعبه جيرز اوف وار 2. طبعا احسن شيء في اللعبه هذه انك لما تحط الشوتجن في بطن اللي قدامك وانت تلعب ضده وتطلق جسمه ويتفجر والقطع جسمه تتطاير في كل مكان، وايضا احلى شيء صوت راس الخصم وينفجر، يا يعني انك تفقعه بسنايبر او الماجنوم او تدعس على راسه. وايضا من اجمل الاشياء في اللعبه هو طبعا الاكسكيوشن او الاعدام، وانك تعدم الخصم قبل لحظات من موته، وايضا تتفنن في طريقه اعدامه. اما في المركز التاسع معنا لعبه نينجا جايدن 2. طبعا هنا نتكلم عن نسخه الاكس بوكس 360 لان هي الوحيده اللي كان فيها مشاهد عنف بزياده، غير النسخه المنقحه اللي نزلوها على نسخه البلايستيشن 3 اللي كان اسمها نينجا جايدن 2 بلاك. وطبعا احلى شيء في اللعبه انك انت تكون نينجا وتقطع في اعدادك بسحتك، يعني عندك اسلحه كثيره تقدر تقطع فيهم زي ما تبغى. ولعبة نينجا جايدن 2 ايضا يوجد فيها تقطيع بشكل غير طبيعي، يعني كل ما تضرب العدو ينقطع، يا تنقطع يده يا تنقطع رجله يا ينقطع نصين، الدم يطشر كذا، يعني تتقصه بالنص العدو هذا. ومو كذا المصيبه برضه، احيانا الاعداء ما يموتون حتى لو قصيت نصه، يجيك يزحف لك يبي يذبح، يعني مصمم. يعني اللعبه هذه صراحه في عنف غير طبيعي. اما في المركز الثامن معانا لعبه God of War 3. طبعا لعبه God of War غنيه عن التعريف والدم والعنف الزايد في اللعبه هذه. كريتوس عنده شهاده بمرتبه شرف لانه شرير جدا جدا جدا، ويتفنن في طرق القتل البشعه والعنيفه، مره يطلع عيون واحد من راسه، ومره يفصل راس اللي قدامه حتى ذاك حي، يعني يفصله ما يهمه، بس يستخدم ده كذا يفصله ويخلع راسه يعني. واي طريقه تختار في بالك في القتل هو سبقك فيها، وايضا طبقها وتفنن. في المركز السابع معنا لعبه ذا بانشر. شخصيه البانشر نزل لها لعبه مستوحاه من الكوميك والفيلم، وفكره اللعبه انك تنتقم من الناس اللي قتلوا اهلك وهم المافيا. واللي يميز العنف فيها ان هناك نظام اسمه نظام التعذيب، وطبعا هذا تستخدمه انك تعذب اشخاص اللي ضدك وتحاول تطلع منهم معلومات، وميزته انه يكون جدا شنيع جدا، يعني بشكل لا تصوره، ويستخدم اسلحه منوعه في التعذيب. في المركز السادس معانا لعبه اسمها سبلاتر هاوس. هذه اللعبة تعتبر ريميك من لعبة نزلت في عام 1988 في صالات الأركيد وجهاز البي سي انجن، وفكرتها أنك تلعب شخص انخطفت حبيبته ولقى قناع يلبسه يحوله لمخلوق معضل، ويستخدم دم الأعداء كمصدر الطاقة. تخيلوا الدم اللي هنا تستخدمه كمصدر الطاقة، واللعبة فيها عنف ودموية كثيرة مع الذبح والتقطيع والدبج، يعني اللعبة كلها ضرب بضرب حيث أن الشاشة كلها تعبى دم. في المركز الخامس معانا لعبة Dead Space 2. تخيل تروح كوكب مليان وحوش مختلفة وأطرافهم حادة، وتنحبس بينهم وكلهم يبغون يقطعونك ويأكلونك. اللعبة مرعبة جدا وفيها وحوش ما ترحم، وسومهم في القتل بشعة جدا جدا، وأيضا يحاولون يطلعون كل قطرة دم في جسمك، وحتى بعد ما يقتلونك يلعبون بجسمك، وانت أيضا تقدر بعد قطع أطرافهم عشان تموتهم، والدم طبعا يطش في كل مكان. يعني اللعبة كلها دم في دم وأشياء تطير حالة كلها رعب في رعب. في المركز الرابع معانا لعبة اسمها ماد وورد. طبعا ماد وورد هذه أو العالم المجنون قصته جدا بسيطة، عبارة عن عصابة تجي تحتل المدينة وتسمم جميع سكانها، وعندهم 24 ساعة وبعدها يموت الشخص بسبب المرض، لكن عند العصابة في علاج، وهذا العلاج يعطيك 24 ساعة زيادة، يعني تعيش يوم واحد زيادة. بس طريقة عشان تحصل على العلاج انك لازم تذبح أي شخص، وكل ما تذبح يعطونك علاج واحد. وطبعا مسوين الفكرة كأنه جيم شو أو برنامج ألعاب، بحيث أن كل ما تذبح أشخاص كثير تأخذ نقاط، والنقاط هذه تستخدمها أنك تأخذ بها علاج. وأيضا في جمهور، يعني كل ما تذبح أكثر كل ما يشجعونك أكثر، وكل ما تسوي حركات ذبح أقوى حركة ذبح أشنع كل ما يعطيك الجمهور نقاط أكثر. والطريف والمضحك والغريب في الأمر أن اللعبة هذه انزلت على جهاز النينتندو وي اللي فيه ماريو، اللي المفروض ما فيه ذبح ولا دم ولا شيء، فمستغرب أنا ليومكم كيف نزلت لعبة زي كذا دموية بجهاز نينتندو. ثالث لعبة معانا هي لعبة ثريل كيل. طبعا أنا يعني مو مستغرب الناس كثير ما يعرفون اللعبة هذه،
لأن اللعبة ذي أصلاً ما نزلت. اللعبة هذه ما تم إصدارها أصلاً من الأساس. إيش اللي صار؟ اللي صار أن الشركة قالت المطورين سووا لي اللعبة هذه، ولما المطورين خلصوا منها كومبليتلي، انتهت اللعبة وجاهزة للتقديم، الناشر فجأة كذا كنسل المشروع وقال لا خلاص ما أبغى اللعبة هذه، كنسلوها، احرقوها، ما راح أنشرها لكم. فالمطورين زعلوا وقفلت معهم وعصبوا، قالوا لا مو بكيفكم أنتم. إيش سووا؟ سربوا اللعبة هذه في الانترنت. متخيل المطور يسرب لعبته في الانترنت؟ وهي تسربت بشكل غير طبيعي لدرجة أنا شخصيا وصلتني اللعبة ولعبتها، صراحة يعتبر من أكثر الألعاب اللي دموية فيها، ولعبة صراحة فيها يعني إيحاء جنسية وحالتها حالة اللعبة هذه، فكويسة منعت صراحة، يعني ما أكتب عليكم صراحة. بس الأمانة ما كانت ممتعة، يعني كانت أربع لاعبين تطاقون في حلبة ودبج فيها وضرب، ويعني كل الضرب بضرب، فحاجة تضحك صراحة أن ناشر نفسه، المطور نفسه هو اللي سرب اللعبة حقته. المركز الثاني معنا لعبة مورتال كومبات. طبعا لما تكلم مورتال كومبات أنا أقصد آخر جزء نزل، اللي هو طبعا اللي حط لك رسوم جامدة وكل شيء ضبطه، والقتل وصل مرحلة أنه غطى على كل فيلم مرعب شفته في حياتي صراحة، لدرجة في بعض القتلات إلى الحين أحلم فيهم كذا ما تخرع. اللعبة هذه طبعا مشهورة بعنفها، لها تاريخ قديم في العنف الدموية في عالم الألعاب، واللعبة تميز في الفتالتي وهي الإعدام، هذا يحصل في نهاية القتال، وطبعا يتفنون بالذبح وتعذيب الخصم، البعض يقطعك أوصال أو يثلجك أو يحرك أو يفقع عيونك أو ينفخ ويفجرك أو يطلع البنكرياس، يعني يسوي أشياء طريقة قتل متعدد وغريبة في اللعبة هذه. والمركز الأول، اللعبة اللي لما نزلت سوت مشاكل وسوت قلق وسوت إزعاج في الإنترنت والناس والأهل وكل شيء، مانهانت 2. طبعا مانهانت 2 طبعا تعتبر الجزء الثاني من لعبة مانهانت، ومانهانت أصلا لعبة منعت من الأساس نفس الفكرة، فكيف مطور لعبة منعت لا يقول لا خلنا بسوي مانهانت 2 يمكن يمشي وضعها، ما مشى وضعها، بالعكس إيش صار فيها هذه؟ انمنعت أول شيء وبعدين نزلوها، بس سووا لك إياها حجب غير طبيعي فيها، لدرجة حجبوا أشياء فيها كثيرة، يعني من ناحية القتل لما جيت تقتل أحد ما تشوف كيف تقتل، وتشوف زي أشياء كذا مغطية. واللي ضحك في الأمر انزلت على جهاز الوي بعد، يعني ثاني لعبة عنف تنزل على جهاز الوي. ومو بس كذا، العنف فيه كان فيه ثلاث أنواع، كان في نوع الأول اللي هو الليفل العادي اللي هو إنك تقتل من غير ما حد يحس فيك، والليفل الثاني انك تقتل يطلع صوت شوي وقتلها، يعني في شوي وحشيه. الليفل الثالث اللي مره عرفت اللي خلاص تنسى الانسانيه اللي عندك وتبي اللي قدامك هذا تنهيب بشكل اعلى صوت واكثر طرق وحشيه تخيلها. وهذه كانت اللسته حقتنا هذا الاسبوع، التوب 10. قولوا لنا ايش رايكم فيها، وقولوا لنا هل في العاب ما ذكرناها، واعطونا رايكم بالحلقه، وشاركوا الحلقه مع اخوياكم عشان يتحمسون معانا، ويدعمونا وانتم تدعمونا، فجرونا لايكات واشتركوا في قناتنا اذا انتم مو مشتركين، عايز اجيكم فيديوهات رهيبه مثل كذا. كما كان هذا الشيحه، شوفوا ثاني فيديو ثاني على قناه تور جيمنج. مع السلامه.